من ممر ضيق يتوسع تدريجيا كتوسع الأفكار والنقاشات في هذا المكان، ندخل مقهى الشعب في قلب مدينة السليمانية، ملتقى للمثقفين والأدباء الكرد. عمره نصف قرن، وصور جدرانه تمثل تاريخ المدينة المثقل بالقمع والموت والضاج بالثقافة والحياة. فعندما كان المثقفون يلتقون تغير عليهم سلطة الزعيم الأوحد مشتتة شملهم بين السجون والحبال الموحشة. هذا ما كان يحدث أيام حكم حزب البعث ونظام صدام حسين. عندما بدأت الحركة الكردية عام 1961 كان هذا المقهى يجون المثقفين وحتى الثوار تنظيمات داخل المحافظة كانوا يجون يزورون هنا. مقهى الشعب الذي نهض أكثر من مرة هو النسخة الكردية من مقهى البرازيلية البغدادي في الخمسينيات والستينيات ومقهى الشابندر حاليا. كانت مساحته لا تتجاوز عدة أمتار، ثم توسع تدريجيا حتى وصل إلى مساحته الحالية. للمقهى مكتبة عامرة بالكتب، لكنها ليست للبيع، بل هي جزء من خدمة المقهى لزبائنه مثل الشاي الكردي الثقيل. نحن لا نبيع هذه الكتب، لكن نقوم بإعارتها لزبائننا الموثوقين أو من يريد قراءتها داخل المقهى. يتوسط المقهى إطار يضم صور جميع مجانين السليمانية منذ القدم ولغاية الآن. مفهوم التراث لا حدود له في مقهى الشعب. هنا يهتمون بكل شيء، بكل ظاهرة اجتماعية، حتى المجانين تعتبر ظاهرة اجتماعية. فلهذا الناس اللي قاعدين هنا، المفكرين والمثقفين، يروحون ياخذ له صورة مال مجنون، يتجمع هاي الصور كلها يجيبوها هنا، حتى القصص مالتهم شلون تخبلوا وشلون جننوا كلها موجودة هنا. لم يقاوم هذا المقهى فقط ظروف القهر السياسي ومراقبة السلطات لمرتاديه قبل قيام الإقليم، فقد تحول الانتعاش الاقتصادي إلى عدو للمقهى حين تكالب المستثمرون مهددين بإزالته، لولا قرار من العراقية الأولى السيدة هيرو خان زوجة الرئيس العراقي طالباني. من مقهى الشعب في السليمانية، ماجد عبد القادر، العربية.